نسجل المحاضرة، الجلسة مسجلة. طيب طبعا أنتم تشوفون الآن واضحة بالنسبة لكم السلايدز، حد يرد عليا؟ حد يرد عليا صوتا؟ نعم نعم عبد دكتور، الرحمن واضحة تفاعلوا واضحة معايا يا دكتور. بالصوت، تفاعلوا بالصوت. طيب عبد العزيز علي احمد طوهري ترك الجلسه، ما ادري. المهم احنا معاكم طبعا المحاضره دي، هذه introduction للدنتال public health. هل تفضلون اني اتكلم في المحاضره كلها بالانجليزي، ولا تفضلون اني اشرح بالعربي وبالانجليزي، ولا تفضلون اني اتكلم بالعربي؟ مكس الشغل لان هي دكتور، introduction. ها، مكس مكس، نص كذا ونص كذا. نص كذا ونص كذا. من اللي معايا اللي يرد علي؟ يا عبد الرحمن يزن حياك الله يا زين. طيب يا حبيبي الله نبدأ. يحييك. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المحاضرة هي معطية الدكتور قادري، هو اللي كان يعطي المحاضرات، أعطاني وشفتها وعجبتني، ولذلك بنعتمد نفس محاضرة الدكتور قادري. حبيت أترك الاسم لأنها شغله، ما حبيت أغير الاسم لأن هذا شغل الدكتور قادري. هل ما زلتم تشوفون السلايدز؟ نعم. نبغى نسوي انتروداكشن للدنتال بابليك هيلث. الدنتال بابليك هيلث واحد من السبيشاليتي حق الدنتستري. واتس هابينج ويز كورونا، حتى بيفور كورونا البابليك هيلث ان ماخد مور بابليسيتي كومبيرد تو بيفور. توجه كثير. نعم. في إمكانية إنك تقفل الخلفية حق صورتك الشخصية عشان النت عندك، إنه السلايدات ما تظهر تماما، إنه شوية تفصل وترجع تظهر عشان في طيب ضغط إذا أنا كبير. بقفل الفيديو، أنا بقفل الفيديو. تكون معتقد. يا سلام، يعطيك العافية. كذا أفضل، كذا أفضل. أيوه كذا أفضل. طيب من السلايدات معايا؟ تروح وترجع في بعض الأحيان. إذا ممكن تقول لي إيش معنى دنتال بابليك هيلث في رأيك أنت؟ هو التخصص الذي يشمل تخصص إنه طبيب يكون يشمل لنا. والله ما عنده خلفية. ما في مشكلة، بالعكس. هو التخصص دنتال بابليك هيلث هو عادة من التخصصات اللي يحوي كثير من التخصصات المساندة له واللي ما هيش في الأسنان اندبندنت. مثلا عندك الإحصاء، عندك الإبديميولوجي، عندك الهيلث بروموشن، عندك الانترفنشنز، هاو تو دو ان انترفنشنز، يعني التدخلات الصحية غير الكلينيكية، عندك الايكونوميك، الهيلث ايكونوميك، عندك الهيلث مانجمنت، عندك الادمنستريشنز، عندك الهيلث لو والبوليسي، هذه كلها تندرج تحت تخصص الدنتال بابليك هيلث. فلما تيجي انت تشوف الدنتال بابليك هيلث من بعيد تتوقع انه والله تخصص واحد، بينما هو لحاله هذا التخصص تحته حوالي 10 سبيشاليتيز معترف بها في العالم. مثلا احنا عندنا في الديبارتمنتس الان تعرفون عندنا حوالي 4 دكاتره. عندنا دكتور احمد بخاري تخصصه ابديميولوجي، عندنا دكتور فايق قادري تخصصه بوبليشن هيلث، عندنا الدكتوره هند تخصصها دنتال بابليك هيلث جنرال، عندكم انا عندي كم تخصص، مثلا عندي اورال كانسر فروم دنتال بابليك هيلث برسبكتيف، هيلث ايكونومي، واحصاء. ففي كم واحد عنده كم تخصص؟ في ناس عندهم هيلث بروموشن، انا عندي الماستر في الهيلث بروموشن لكن اي دونت كليم specialize for health promotion that much، لكن في من الدكاترة الجايين في عندهم dental health promotion. فالتخصص في الدنتستري في الباشلر ما يكونش واضح كثير، لكن بعدين بعد التخرج يبدأ، خاصة اللي يبدأ يبغى يتخصص في نفس التخصص يبدأ يعرف إنه في أكثر من تخصص. عادة الدنتال بابليك هيلث لما نيجي يطلب مننا إننا نعرف بالدنتال بابليك هيلث وي جت كونفيوز. هل انا اعرفكم عن السبيشاليتي
in general ولا أعرفكم عن كل سبيشاليتي لحاله؟ أنا عجبني الدكتورة فايق قادري حاول يتكلم عن الدنتال بابليك هيلث في سنتكم في عمركم في what we deal with في الأندرجراد، فتكلم عن الأورال هيلث إن جنرال. فلو شفتم الأورال هيلث تعريفه، لو رحنا شفنا تعريف الأورال هيلث من different سبيشاليتي، حتلقون إنه كل سبيشاليتي يركز على ال well being of their own specialty. For example, ال restorative حيقول لك والله إذا كان في سوس ولا ما في سوس. ال endo بيقول لك العصب. ال والتركيبات وما التركيبات اللي حوالينه وهل الفانكشنز وما كذا والأورثو ترتيب الأسنان وتنظيمها الالاينمنت. احنا هنا بنقول لك الأورال هيلث انه in general you are free of chronic disease, free of facial pains, of cancer, of any defect that affect your functions or interfere with your appearance. طيب في ناس كثير يفسروا يعني يعرفوها، فلذلك في الأورال هيلث لو حبيت تعرفه تلقى أكثر من تعريف. اختار الورد سموها Health Organization اللي هو WHO، أنا أجري لأنه هذا التعريف المنتشر. ما كثير ندخل في التعريف، يعني ما راح أقول لك عرف مثلا لو سألتك، لأنه التعريف هو الخطوة الأولى فقط لفهم التخصص. طيب في حاجة ثانية عندنا اسمها ريسك فاكتورز. مين يقول لي ايش هو الريسك فاكتورز؟ شباب تسمعني؟ عبد الرحمن يزن تسمعوني ولا لا؟ مين يقول لي ايش هو الريسك فاكتور؟ ايش معنى الريسك فاكتور؟ عدنان مين يقول لي ايش معنى الريسك فاكتور؟ ايوه رد علي بصوت ممتاز. الريسك الريسك فاكتورز هي واحد زي ما قال مثلا عبد الاله ولا عدنان اللي قال من هي عوامل الخطر. طيب لكن الريسك فاكتورز هذه لما نبغى ندرسها احنا في دنتال بابليك هيلث ندرس الريسك فاكتورز على مستوى البوبوليشن، ما ندرسهاش على مستوى الفم فقط. فمثلا نيجي نقول مثلا من الريسك فاكتورز اللي تاثر على الفم مثلا ان جنرال وجود البلاك فتره طويله بدون ما تنظف اسنانك، حق البريو حيجي يقولوا لكم انه يسوي لكم ايش جينجيفايتس ومن ثم يسوي لكم بريودونتايتس وهذا الكلام. وجود البكتيريا والفود وعدم التفريش ونزل البي اتش حيسوي لكم ايش؟ حيسوي لكم الكاريز مثلا، هذول الريسك فاكتور. صح صارت الريسك فاكتور حق الكاريز. احنا حنقول مثلا استخدام الشمه ريسك فاكتورز للاورال كانسر. لو شفت ان الريسك فاكتور هذا هو على انديفيدوال، صح؟ استخدمه واحد سوى له اورال كانسر. على مستوى البوبوليشن الريسك فاكتور تواجد الشمة، سهولة الحصول على الشمة، عدم إيقاف بيع الشمة، سهولة الحصول على الشمة في أي إيج معين. تمام، فهمت الفكرة بين الريسك فاكتورز فور سمول ديزيز ولما ننظر له احنا من بابليك هيلث كيف ننظر له. تمام، من معايا يقول لي طيب من السلايد هنا في العرب نيوز يقول لك في 90% من السعوديين children they have tooth decay. هذول الاكسبرت طبعا احنا لما سوينا لما تبغى ترجع تشوف اندكس يعني مقياس يسمى الدي ام اف تي، فبعضهم يقولون 90%، بعضهم يقولوا لك اقل، بعضهم يقول لك اكثر. لما تجي تطلع له انت كطبيب اسنان اذا نظرت له انت سبيشلايز ان ريستوراتيف، هل هذا بالامكان؟ عدد اطباء الاسنان الموجودين في جيزان كم؟
ولو زدتم عليهم كل الخريجين حق الكلية يشتغلون من صباح لمساء، مش راح يقدرون يحلون المسألة إذا كان أكثر من 90% أو 90% من الشيلدرن عندهم دي كي. فكيف نحلها؟ هنا تدخل تخصص الدنتال بابليك هيلث. الدنتال بابليك هيلث عندهم different approach to treat the population. من الأمثلة حق تريت البوبوليشن في الكيرس هو استخدام الفلورايد. الفلورايد لما استخدموه الأمريكان، هنتكلم عنه في الأخير شوية، لما استخدموه أول مرة لقيوا أنه نزل عندهم التسوس الأسنان من حوالي 90 إلى 40%، بدأ إلى 60 ومن ثم نزل، وهو أحسن ميجرز استخدموه الأسنان إلى الآن نقص التسوس الفلورايد. طيب لما نيجي نشوف السلايد ده، لو شفتم السلايد هذا بيز على الديستريبيوشن حق الميل، طبعا ما وضح كثير عن ايش هو كان يتكلم في السعوديه، لكن هو كان يتكلم عن الكانسر ان جنرال، ان بارتيكولر الاورال كانسر. مين منكم يقول لي هل الاورال كانسر في جيزان منتشر ولا قليل؟ هل عندنا لارج بريفلنس في جيزان الاورال كانسر ولا لا؟ عموما يكون الكانسر جدا قليل في كل الاماكن. الكانسر قليل. مين اللي قال لي هذا الكلام؟ مين اللي قال؟ يزن. يزن، طالما انت بشارك معي كثير، يزن صحيح الكانسر ان جنرال مفترض انه يكون قليل، لكن لما نقيس احنا الكانسر نقيس الكانسر بناء على اصابات الناس في المناطق مقارنة بالمناطق الاخرى، يعني مقارنة بالكانسر الثاني، مقارنة باحتمالية حصوله في العالم، ومقارنة بسهولة منعه. فنلقى إن في دي، لو قسنا دي كلها نلقى إن جيزان فيها very high oral cancer prevalence. للأسف جيزان في الفيميل oral cancer هي أعلى نسبة ممكن تراها in compared to male في العالم كله. بالنسبة لل oral cancer في جيزان في الميل it's also high. وفي المملكة 35% من الحالات حالات الأورال كانسر كلها من جيزان. في حتى بعض الدراسات الجديدة تقول لك في كل 9 عمليات أورال كانسر من جيزان. الأورال كانسر في جيزان is very high. والريسك فاكتور اللي تكلمنا عنه قبل شوية، المين ريسك فاكتور هو الشمة. طبعا هنفرق فيهم بعدين لما إن شاء الله تكبروا كده شوية وتيجون عندي في السنة السادسة تدرسون عندي أورال كانسر، وتدرسون عندنا إن شاء الله الكوميونيتي أنا ماسك الاثنين هذه، تبدون تعرفون كل سبب ليش، يعني الفيميل بعد سن 50 ليش تزيد عندهم والميل. لكن إن جنرال المين ريزن في جيزان اللي هو الشمة، سموكلس توباكو. طيب الآن لما شفنا، لو شفتم هنا كانت الصورة حق خريطة المملكة العربية السعودية بالبلو الوايت بلو، ها لما ننزل تحت تلقون في الفيميل تلقونها صار داركر، هذا معناه ان الفيميل في السعودية مقارنة بالمناطق الثانية هاير، الميل اتس ايكوال تو اذر كانتري. لكن منطقة جيزان مش معلم عليها، لو علمت منطقة جيزان حتلقى منطقة جيزان تول بي. طيب الدنتال بوبليك هيلث بعضهم عرفوا داونر هذا من المشهورين يقول ان الدنتال بوبليك هيلث is the art science of preventing oral disease, promoting oral health and improving quality of life. فالدنتال بوبليك هيلث لما تجي تشوفه تلقى انه جالس يتعامل تقريبا مع كل السبيشاليتي اللي انتم حتتدربوا عليها ان شاء الله في الفيوتشر. أهم سلايد حتمر عليكم هي السلايد هذه. How public health dentistry is different from general dentistry. معايا يا شباب. عبد العزيز. تسمعني؟ ما زلتم تسمعوني؟ ما واضحة. ما واضحة. ما موجودة. أنا أرسلت لكم كل الـ PDF. دكتور سلايد معلق انت. طيب انا ارسلت لكم البي دي اف، ومفترض انكم تقدروا تحملون البي دي اف.
انا ارسلت لكم البي دي اف من بدري، لما تروحون للدوكيومنتس مش موجود عندكم البي دي اف؟ موجود ولا مش موجود؟ موجود، مفترض انه موجود صح؟ حق دنتال بابليك هيلث؟ ايوه انترودكشن تو دنتال بابليك هيلث موجود في المحتوى صح ولا لا علي؟ خلاص لما انا اقول لما انا اقول من اليوم وطالع اذا مريتوا عليه ان شاء الله في اي محاضره، لما اقول السؤال ده مهم، مش قصدي السؤال السلايد هذا مهم، يعني it's very important. كويس يعني ركزوا عليه. فالجنرال دنتستري هو يفوكس اون تريتمنت، بينما احنا ويفوكس اون بريفنشن. قبل ما يوصلك المريض، قبل ما يصير عند المريض، قبل ما يصير عند الانسان، قبل ما يصير عند الطفل تسوس، قبل ما يصير عند الانسان مشكله، قبل ما يصير عند الانسان اللي يستخدم كم كانسرز، احنا وي وود لايك تو بريفنت ات. وهذا المفترض ان تحطوه في عقولكم من الان. الدنتستري اللي حاصل الان انه وي جاست تريت، لو نقعد وي تريت حتى اخر الزمن مش راح نخلص الكيريز ولا راح نخلص ولا شيء. وي هاف تو بريفنت. فالبريفنشن هي الأهم. لو لاحظتم الآن حتى في كورونا، حتى في الأمراض اللي حاصلة الآن في الجائحة دي، prevention is the only treatment. ففي الدنتستري similar، لو مهما عالجته تسوس أسن، مهما عالجته السن ما راح يرجع زي أول، والفانكشن ما راح يرجع زي أول. واللي منكم معه حشوة في سنه يعرف ان الحشوة دي بعد فترة لازم يغيرها، وربما توصل عصب ومن ثم نزع عصب، وبعدين نزل عصب على ما يحصل، وبعدين ينشال السن، وبعدين زرعة، وبعدين ما يزرع السن ما يدري كم سنة ويروح الزرعة. فكل التريتمنت اللي we are going to provide ما راح يكون مثل سن الإنسان. فلذلك سواء سنه، سواء حتى اسمه ده الميكوزا اللي حوالين الفم مثلا زي الناس اللي يتربون بالسرطان، مهما كان ما راح ترجع الكونديشن زي بيفور. فأهم شيء عندنا إنه البريفنشن. طيب فحطوا هذا دكتور أي أي رقم سلايد المهمة؟ سلايد مهمة لكن دي أهم واحدة. لا اللي قلت إيه إيه من اللي معايا؟ نواف السلايد إيه. كلها مهمة، لكن how to differentiate between general dentistry and public dentistry. سلايد أهم واحدة الآن بالنسبة لي إنك to differentiate between الجنرال دنتستري والبوبليك هيلث دنتستري. طيب ركز معايا لما تقرأ هتفهمها. بالنسبة لنا في الدنتال بوبليك هيلث، لما نسوي دايجنوم، أنت لما تجلس مع المريض في العيادة إن شاء الله بكرة لما توصلوا العيادات، ويسيت وذ بيشنت، you are going to look at the patient individual and family. احنا هنا we look at the حقنا patients في dental public health are the families, community, population. في العيادة يكون المريض وأسرته، في dental public. تمام. محمد ودعاني، محمد اسألني السؤال بالله مرتفع بصوت. محمد ودعاني، ودعاني يقول الأسنان الجديدة أنواع، فمثلا البعض يقول أن الأطمانية ممتازة جدا، ممتازة حتى لو كانت مش راح ترجع زي أسنانك. طيب محمد، طيب بالنسبه للدياجنوسيس في الاسنان، لما تسوي دياجنوسيس تسوي فيزيكال دياجنوسيس. كيف طيب حتسوي دياجنوسيس مع الفحص حقك؟ الفحص في البوكلز تسوي بطرق من طرق الريسيرش اللي نستخدمها. المين هنا حاط لكم ابديميولوجيكال ستاديز، واحده من الطرق حق الابديميولوجيكال ستادي اللي هو السيرفي، يعني بتاخذ لك استبيان وتنزل تشوف، أو الابزرفيشن تنزل تشوف بعينك أنت وتحط ماركس، أو كواليتيتف ستاديز تنزل تسوي انترفيوز ومقابلات مع الناس. فأنت بتاخذ بيانات، تحلل البيانات، ومن ثم تطلع بنتيجة. النتيجة هي دي اللي هي الفحص. في العيادة أنت بتفحص المريض بنفسك، بتشوف تسأله عن تاريخه، تسأله عن
الهيستوري حقه حق الميديكال هيستوري، هذه بتاخذ منها معلومات عشان تعرف ايش عند المريض. هنا تريتمنت في بتسوي ثيرابي، بتسوي ريستريشنز. هنا عندنا بتسوي هيلث اديكيشن، انت تشوفوا لنا البرامج دي اللي طلعت، بتسوي كلينيكال سيرفيس، بتسوي بريفنتيف بروجرامز، بتسوي انترفنشن، بتسوي بوليسيز واعلم مجره. تمام، ما زالت واضحة؟ تمام، طيب واضح دكتور. الان الفانكشن اوف بابليك هيلث، الفانكشن اوف بابليك هيلث، في كثير من الناس عندهم different approach. مثلا عندك هذا تورينج يقول انه الاسسمنت والبوليسي ديفلوبمنت والاشورنس، معناه انه يو اسست الحاله، تشوف ايش وضعها، ومن ثم تكتب بوليسي لها، وبعدين تتاكد انها ماشيه تمام. هذا من الابروتش الدايركت. في ابروتش يقول لك لا، انت يو لوك ات ذا بروبلم، يو ثينك اباوت ات فيرست، ذن يو دو يعني برين ستورمينجز وهذه الاشياء مع الجروبس اللي انتم يو ار وركينج توجذر وذ اكسبيرتس، وبعدين يدون نيد اسسمنت، يشوفون الحاجه في المجتمع، بعدين يديفلوب ان انترفنشن، سواء بروجرام بوليسي، سواء ايكونوميك انترفنشن، سواء بس اي نوع من انواع الانترفنشن يو ديفلوب ات، ذن يو امبلمنت ات يعني تجربه، ذن يو تيست ات هل هي ناجحه ولا لا، اف هي لو كانت ناجحه تعتمدها، وبعدين تتابعها وتشوف اذا كان تحتاج تطوير او لا، وتواصل تقريبا تسوي في علاج المريض في اسنان وفي العياده نفس الكلام، تاخذ المعلومات الاساسيه، تسوي العلاج، ومن ثم تتابع العلاج. طبعا في بعض الاحيان انتم في الريموفبل مثلا تخطط للعلاج، في البروستو تخطط للعلاج، في الاورثو حتلقى انك انت حتحط خطه للعلاج، هي نفس القابله هنا، هي خطه تجهيز البرنامج واي نوع من البرنامج، سواء كان ايكونوميك، سواء كان هيلث اديكيشن وكذا. تمام، فاهمين عليها؟ نروح للسلايد اللي بعده. تكلمنا عن هذه. مثلا عندك هنا الدكتور حط لك الفلوريديشن، واحدة من الاكزامبلز. تكلمنا عن الفلوريديشن، قلنا لكم انه في امريكا بدوا اول ما شافوا انه في ناس عندهم فلوروسيس، فما تعرفون الفلوروسيس اللي هي تيجي زي رصاص بني كده في الاسنان، لون بني يظهر في الاسنان، في الانتيريورز، في البوستيريورز، لقوا ان الناس هذول اللي عندهم فلوروسيس ما عندهم تسوس، فشاف العلاقة بينهم، كان لقي انه والله معظم الاطفال اللي بيها فلوروسيس او انهم جايين من المناطق اللي يشربون فيها الماء فيه فلورايد ما عندهم تسوس مقارنة بغيرهم. فبدأ يحلل، لقي انه ده زاد عن واحد بارت بالمليونز يجيهم الكالر هذا، لكن اذا كان اقل من واحد او اقل الى 0.7 هذول الناس ما تطلع في فمهم الديسكولوريشن هذه، لكن مع ذلك ما يجيهم تسوس، فاعتمدوا اللي هي الرقبين زادة يخلط. إذا كان الناس في منطقة يحتاجون يشربون موية كثير نقلل لهم شوية، إذا في منطقة والله ما يشربوش موية كثير نرفع لهم شوية إلى 1.2. هذا طبعا زمان. النيو ريكومنديشنز يقول لك دائما أحفظها على 0.7 بارت بالمليون، لأن الناس صاروا يشربون كثير regardless. فمثلا يشربون فلورايد في البيبسي، يشربون فلورايد في القهوة، يشربون فلورايد في أي درينك ثاني استخدموا فيه الموية، فبالتالي كونهم كانوا في منطقة باردة ولا منطقة حارة ما عاد تفرقش، لأن الناس صاروا يشربون الفلورايد هذا ويحصلون عليه كثير. زمان كانوا برضو في مناطق يقول لك لازم تعطيهم فلورايد، الآن لا. طبعا أنت تجي كل شوية تخرج لي بواحدة يا محمد بعيدة عن الموضوع، لكن أرد لك. كذلك يا دكتور هناك بعض كبار السن أسنانهم ما شاء الله جميلة جدا، ما في مشكلة، ما في مشكلة. ليش؟ لأنه إذا فرش أسنانه وحافظ عليها، وإذا ما كان يأكل حلويات زيك يا محمد،
وإذا كان أموره يعني عنده في منطقته في فلورايد معظم الضنية حتكون أسنانه شكلها كويسة. لكن إذا جاك واحد كبير زي ذا العمر شوف اللثة، ربما يكون في مشكلة في اللثة مش واضحة. طيب الجينيتكس لها تأثير برضو، مش لازم ترى ينظيف. ولو كنت عندي في المحاضرة كان قلت لك لما لا مش لازم ينظيف، لأنه الفم في ميكانيزمز اوف كليننج والمسواك يؤدي الغرض، لكن المشكلة هي في وجود السكريات مع البكتيريا في 12 ساعة. طيب إذا هذه تجنبتها فالأمور حقه طيبة إن شاء الله، فدون وري. طيب الإكزامبلز من الـ الإكزامبلز الآن المشهورة اللي هي الأورال كانسر. الأورال كانسر عندنا الآن في الكلية جالسين شغال برنامج لوقاية الأورال كانسر، البرنامج اسمه آيزاك. أنا اللي مصمم البرنامج وشغال عليه. آيزاك فكرته إيش؟ إنك أنت تمشي على ستيب معين بحيث إن شاء الله as a dentist will be able to do cancer in early stage. خلاص احنا اللي لقينا انه في جيزان كثير من الحالات ما تكتشف الا في الليت ستيج، ويصير الانسان ما عاد يقدرش يعالجها، ومعظمهم للاسف ما عاد حصل المناسب وربما يفقد حياته. فالان ان شاء الله جالسين نحاول انه انتم الجروب الوحيد ان شاء الله اللي بتبدون الكلاس حق الاورال كانسر، لو انتم شغالين على السيستم الجديد او على المنهج الجديد، فان شاء الله بتدرسون معانا هذه الانترفنشن، بتصير part of your training. فإن شاء الله إنك you will be able to detect the oral cancer في the early stage إن شاء الله. طبعا من المواد اللي بيدرسكم إياها اللي هي الابديميولوجي، والابديميولوجي إننا نبغى نعلمكم كيف تسوون design the study that you can capture information in the area. خلاص related to أي information سواء كانت الكانسر أو الكيريز أو كانت الأمراض أخرى يعني in general. أيضا حنعلمكم كيف تحللون الداتا، البيانات هذه اللي تطلع كيف حتحللها. طبعا أنت في العيادة بتاخد بيانات تحللها بناء على إيش قالوا لك الدكاترة، فمثلا أو اللي قال النقطة السوداء دي soft مثلا. عندنا احنا هنعلمكم انه والله المعلومات دي اللي طلعتوا لنا كيف تتحلل. فاذا جبت لي معلومات والله عن مثلا مبيانات ونس وكذا وبيهيفيرز وريسك فاكتورز وواحد عنده كذا وعمره كذا وياكل كذا ويشرب كذا، كيف من المعلومات دي اللي اخذتها كيف تطلع بنتيجه؟ كيف حتفهم؟ حنستخدم تو تكنيكس. واحدة اللي هو الديزايننج حق البروجكت هذا بحيث انه انت المعلومات دي لا معنى، والثاني تحللها احصائيا ونوريكم كيف تحللونها احصائيا عمليا، مش احصائيا احصائيا عمليا، كيف تطلع لي النتائج وتقراها وتقول اوكي والله يا دكتور المعلومات دي اللي طلعت، نستخدم كلمة كثيرة احنا دائما نقول significant و non significant، يعني لها تأثير ولا لها ملاش تأثير. صحيح انه نستخدم ذا الكلام كله لكنه ملاش تأثير، أو إنه يستخدم بالكلام ولو تأثير. طيب فإن شاء الله تستمتعوا معايا بعدين في الإحصاء. تخلف أثر ولا لا؟ مش فاهم سؤالك، وضح لي سؤالك. طيب في الإبديميولوجي مثلا في عندهم بعض التيرمز، عندهم حاجة اسمها outbreaks زي ما سمعتم أنتم من الآن، الoutbreaks حق كورونا فجأة كذا كل الناس بدوا خايفين وبدأ كورونا ينتشر، هذا اسمه outbreak. الoutbreak عندنا في الأسنان مثلا في مدرسة من المدارس فجأة كلهم صاروا معاهم كيريز، معناه إنه والله تعالى جالسين يستخدمون high sugar injection. طيب الإبدميك إذا كان المرض إبدميك، عندنا احنا في جيزان نقدر نقول إن الأورال كانسر is an epidemic موجود a lot here في جيزان. Pandemic a disease or condition that spread across regions زي الكورونا. الآن الكورونا واضح جدا في البندمك، بندمك معنا تعدى الريجنز وراح كل مكان فصارت وباء.
طيب لو رحتم معايا سلايد في كده زي المثلثات او زي المستطيلات فوق بعض اسمه الإفيدنس بيز دنتستري، تقدرون تفتحون عليه. هذه انواع الدراسات. ايوه الهرم، برافو عليك. الهرم ده انواع الدراسات. اقل نوع من انواع الدراسات اللي تحت هو حاط لك الانيمال ريسيرش. طبعا تحته في حاجه اسمها الاوبينيونز بس هو ما حطهاش، يعني راي الدكاتره، وهو كثير في الدنتستري. طيب بعدين عندك الانيمال ريسيرش، بعدين نبدا ندخل في الكلينيكال كيس او السيريال كيس، يعني انت شفت حاله تكررت عندك في العياده، كل مره تشوفها تسوي لها ريبورت، كل مره تشوفها تسوي لها ريبورت، هذه تعطي ايفيدنس اعلى من الانيمال ريسيرش. بعدين في حاجه اسمها كيس كنترول ستاديز، المفترض قبلها في حاجه يسمونها الكروس سكشنال. كروس سكشنال معناه انك تاخذها من المجتمع، بعدين حتطلع للكيس كنترول، وثم تطلع للكوهورت، انك تمسك مجموعه من الناس تدرسهم حتى مثلا كانوا ما يدخنوا وبعدين بدوا التدخين وتتابع معهم وتشوف انهم صار عنده كانسر. طيب وبعدين حتدخل في راندمايز ولا موش راندمايز، حنشرح لكم بالتفصيل. راندمايز يعني انك انت تحطهم عشوائيا او انك تختارهم ان راندمايز، يعني تختارهم من غير عشوائيه، تختارهم لانه عندهم مرض رير مثلا. وبعدين ندخل لحاجه اسمها سيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس، معناه انك تتحلل الداتا اللي قد انتشرت وترجع تحللها مره ثانيه. فهذا الترتيب حق الهرم الان ما هو بالنسبه لي مره مهم، يهمني انكم تعرفون انه الايفيدنس بيز دنتستري او المعلومات في الدنتستري مبنيه على الليفل من الايفيدنس. درجات الايفيدنس هذه اقوى من بعضها، اللي يجيب لي مثلا معلومه من الانيمال ريسيرش مش زي اللي يجيب لي معلومه من الميتا اناليسيس. بكره انتم لما تصيرون في العيادات وتبغى لما تكبر خاصه متخرج من عندنا وتبغى تعتمد على نفسك في معرفه المعلومات، حتلقى نفسك انك تبحث عن المعلومه الادق. فين تلقاها؟ تلقاها في السيستماتيك ريفيو في الميتا اناليسيس اللي في اعلى الهرم. طيب طبعا هنا نشرح شويه عن الابديميولوجي، هل هو اكسبيرمنتال ولا ابزرفيشنال، يعني في دراسات انت تسويها بنفسك وتحجز كل العمل اللي حوالينا تثبتها كانك تشتغل في المعبد، وفي حالات ما تقدرش لانه ايش هذه معناها خفض اليد. معلش دكتور ممكن سؤال؟ تفضل. لما ندور على معلومه سبيسيفيك اللي انت قلت نرجع للسيستماتيك ريفيو والميتا اناليز، يعني نرجع نسوي تجارب من جديد والانيمال ريسيرش وكذا؟ لا هذول يعتمدون على اخذ البيانات والريسيرش اللي كده حصل ويروحون يشوفونه ويراجعونه ايهم اصح ايهم اقوى ايهم ادق، يعني الناس اللي سووا ريسيرش مليان، لكن ايهم من الناس اللي سووا الريسيرش صحيحا وبناء على معلومات دقيقه وكذا. ففرضا انت لما تيجي تقول والله انا ابغى اسوي ريفيو بنفسك، تروح تشوف كل الاستدي اللي حصلت وتقوم تسوي لهم ايفالويشن، والله بناء على اللي بنعلمك ان شاء الله بعدين، والله هذه الاستدي ما مش ولا بد، هذه الاستدي مره سترونج، هذه الاستدي الافيدنس حقها اعلى من هذه، وتقوم تجمعهم كلهم وتطلع بالكونكلوجن. تقول مثلا من الكونكلوجن انه انا اعرف ان الشمه هي اللي تسبب اورال كانسر. كيف جبت هذا الكلام؟ والله حصلت استديز كثير من قبلي وكلهم كانوا جود ستاديز وكلهم لقيوا هذا الكلام، انا متفق معاه وخدت هذه المعلومه واتفقت معاه ونشرتها في حاجه سيستماتيك ريفيو. بعدك it doesn't have to go and read كل الكلام هذا، يقرا البحث حقك ويعرف انه والله الشمه is causing oral cancer وقلبه مرتاح لانه الدراسه هذه سيستماتيك ريفيو مبنيه على very high evidence base. فهمت؟ فالهرم هذا يطلع شوي 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 لفوق. الفرق بين السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسيس ان الميتا اناليسيس حتكون فيها ارقام، يعني ما راح توصف وتنتقد الابحاث بدون ما تطلع ارقام. عشان تطلع ارقام لازم كل الابحاث تكون متشابهه، تاخذ ارقامهم وتعيد تحليلها. لكن في السيستماتيك ريفيو لا، انت تقرا وبناء على كاتيجوري وفي زي جدول كده تمشي عليه وتحكم عليهم بناء على خبرتك وبناء على الاستبز اللي بتاخذها وتتعلمها ومن ثم تطلع بنتيجه. لكن في الاخير سيستماتيك ريفيو والميتا اناليسيس هما التوب. خلاص لو رحنا لاخر سلايد واحنا مخلصين تقريبا، عند حتلقى الكورسات حقنا. اول كورس بتاخذونه هما الكورس اللي انتم فيهم الان
هذا كورس عام، وبعدين حتاخذون كورس اسمه كوميونيتي دنتال براكتس وإفيدنس بيس. اذا انتم على النظام الجديد هذه ضمت فصارت ماده واحده، ضمت فصارت ماده واحده، وبعدين تيجون عندي في الازرق ده اللي فوق، تيجون تنبسطون ان شاء الله. تيجون تغثني. الله يحفظكم، بالعكس نتشرف بكم. تقريبا خلصنا المحاضره، كلكم المايك زي ما تقولون، ويلا اللي عنده سؤال يسألني اذا تحتاجون حاجه اوضحها. اخلي لك المايك يلا، ولا الورق بعيد. مين اللي جاي ينشب لي؟ عبد الاله. حياك الله يا عبد الاله. يلا عبد الاله انشب من دحين. يعطيك العافيه دكتور. حياك. انا لما اسوي دحين، لما اسوي سيستماتيك ريفيو لازم يكون عندك اكسبيرينس، صح؟ يعني ما اقدر اسويه كذا مثلا كخريج او ما الى ذلك، لازم يكون عندك اكسبيرينس من قبل ولا لا؟ مش لازم في الحقيقه، مش لازم. ولا تخافون من البحث، الناس اللي يخوفون الناس من البحث، يبغى لك بس تجرب. واذا جيت عندي حياك الله، انا اوريك الطريقه لو تبغى تبدا من الان. هي مش شغله كبيره، وكل مره شوي شوي، زي مسيكله. لما تركب على السيكل اول مره تطيح وبعدين تمشي، لكن لازم تركب على السيكل تسوق السيكل كده تبغى تسوق، صح؟ فهنا السيستماتيك ريفيو صحيح انك انت حتواجه انك انت في كثير ما انتش عارفها، لكنها ما هي الشغله. يعني شويه شويه وتمشي، لكن هل تقدر تسوي سيستماتيك ريفيو الان؟ يس يو كان، يس يو كان. الان احنا في وقت كل واحد يقدر يسويه اذا يبغى يجرب، وانا مكتبي مفتوح اي وقت تيجي حياك الله، اي سؤال تبغى اوريك به حياكم الله. فلم الجواب على سؤالك يس كان. الله يحييك. يو دونت هاف تو بي اكسبرت، ما حد اكسبرت، شويه شويه كلنا نتعلم. عبد العزيز مرسل لي زاده ورده، ما انا اقول جالس اتكلم مع عبد الاله، سمعني صوتك. شباب هلا يا دكتور. مين معايا؟ عبد العزيز. حياك الله يا عبد العزيز. ها لا بس ما عندي سؤال بس. تفضل. لا بس عندي سؤال بس، حبيت بس كيف اشارك. حبيت اشارك، سليت عليه الله يسلي عليه. اللي بعده يا دكتور، شكله ما في الا انا امتحنك. الله يعينك علي. من انت؟ عبد الاله. عبد الاله اي حياك الله عبد الاله، تفضل. لو دحين التخصص حق السنه تقريبا كم تخصص كذا، كم جنرال فيو من عندك؟ والله انا اعد لك، مثلا عندك انت لو بدينا قسمناهم على الديبارتمنت، عندك اربعه ديبارتمنت في الكليه حقنا. عندك البي دي اس، ديبارتمنت البي دي اس فيها دنتال بابليك هيلث والبيريو والأورثو والبيدو. وبعدين لو رحت في حق البروستو، في عندك هناك الريموفابل والفكس، وعندك أظن بعضهم يسموه الإمبلانت تخصص، بعضهم يقولون لا مش تخصص، تحت ناس كل الناس يأخذونه تحتهم. فأنت تروح للريستراتيف تلقى عندك الإندو والريستو والبايو ماتيريال والأورال بيولوجي. فأنت تدخل لقسم الجراحة، عندك الجراحة والباثولوجي والورق ميديسين، و ما باقي عندهم زيادة، عندهم الأورال باسل ما شاء الله. دنتستري باسل. لكن لو تبغى تدخل في تخصص الدنتال بابليك هيلث لحاله بالهبل، تخصصات الدنتال بابليك هيلث مش معروفة وهي كثيرة جدا، لكن شوي شوية كده هتلقى انك انت هتتعرف على جميع التخصصات الا الدنتال بابليك هيلث. مش راح تعرفه كله الا كده في اخر سنه، وتحس نفسك انك حايس.
لانه كثير ودائما هو تلقى في البوست جراد. احنا نحاول نعطيك البيزكس اللي يحتاجه الدنتال او الدنتست الجي بي، ولما تتخصص نبدا نشغلك زياده وزياده. هو التخصص الوحيد اللي حتلقاه في كل التخصصات المتخصصه بعدين، كل ما تبغى تتخصص في تخصص حتخرج لك الدنتال بوبليك هيلث معك. فدحين لو عجبك من دحين وتعلمته من دحين امورك طيبه. وبعدين هو تخصص الكشخه، اللي يعرف ريسيرش هو فنان. ولا بعدين تقعد تدور على ريسيرش. طيب دكتور، احنا بدينا نختار تخصصنا من بدري، يعني مثلا سنه رابع خامس؟ والله ما ادريش من بدري، حرام اقول لك من بدري، لانك انت تبغى تشوف كل التجارب وبرضه السوق يحكم. لكن دنتال بوبليك هيلث من التخصصات اللي قليل الناس يدخلوها بسببين. السبب الاول انها مش معروفه وما تدرسش للاندر جراد كويس. الثاني انه مش معروف فين تتوظف بعدين، الناس مش عارفين ما تخصصاتها. لكن لو جيت شفت الان نص اللي ماسكين الادارات في وزاره الصحه كلهم دنتال بوبليك هيلث. بالنسبه للدنتال بوبليك هيلث ممتاز، بس تحتاج انت تكون سبيشاليست خلاص. وانا جالس اصلح ان شاء الله اول ماستر بروجرام حيكون في الكليه، فممكن تتعرفون على الدنتال بوبليك هيلث اكثر الان خلاص. يعني اللي يبغى يكمل ماستر يخش في الكليه نفسها، ما يحتاج يطلع برا بحث او شيء؟ والله اذا فيها كراسي كافيه واشتغل الماستر حياكم الله عيال انتم. في تخصصات ثانيه فيها ماستر، او يعني لو واحد مثلا بيختار ميجر معين او سبيشاليتي معين في الدنتست وفي الاندستري؟ ايوه في موجود عندنا في الكليه يعني، ولا بس احنا كنا نطلع كطبيب بس اسنان عام؟ ايوه الكل، انتم بتتخرجون طبيب اسنان عام، لكن الكليه الان بدات تبدا انها تدخل في برامج الماستر. طبعا ما تقدرش الكليه تنقز على برامج الماستر حتى تعتمد في برنامج البكالوريوس، والان ان شاء الله احنا راح نعتمد وبدينا نجهز برامج الماستر. انا من عندي اعرف ان البرنامج حقي جاهز ان شاء الله، اول ما يعتمد برنامج البكالوريوس نبدا نشتغل على برنامج الماجستير. طبعا فيها قصه الموافقات والاوراق الرسميه وكذا، لكن ان شاء الله على بال انتم تكونون في السنه السادسه يكونون قد شفتوا البرامج بدات، فان شاء الله انه يكون في خير ان شاء الله. غير كذا استمتعوا مع الدنتال بوبليك هيلث وتعلموا ويعافيك، وذا التخصص اللي ابغى اكون عليه من دحين. فتحوا عينكم مع الدكاتره ومع الدكتور قادري، لانه حيفيدك برا الدنتستري خلاص. تخصص من التخصصات اللي تفيدك برا الدنتستري، والتخصص من التخصصات اللي يشوف من فوق من الهليكوبترز، ما يشوفش من فم المريض. احنا مشكلتنا في الاسنان انه نصير نشوف فم المريض فم المريض فم المريض، حتى ما عاد نشوفش الاسنانه. لكن الدنتال بوبليك هيلث لعب، يطلعك فوق الهليكوبتر وتشوف من الهليكوبترز ما حصل في الارض خلاص. كده انا اكون استمتعت معاكم في المحاضره، وان شاء الله انكم فهمتم واستمتعتم. و اكثر والله، الله يعطيك العافيه دكتور، وبعد اخذنا من وقتك. الله يحفظك يا دكتور. عندي سؤال، تفضل. مين معايا؟ عبد العزيز. عبد العزيز، الان لو ابغى اسوي بحث لازم اشارك البحث مع دكتور في الجامعه؟ لا مش لازم. او عادي اسوي بنفسي يعني؟ لا مش لازم تشارك مع دكتور، لكن المشكله اللي حتواجهها مش مشكله هي كبيره، لكن هي المشكله لما تيجي تنشر. يعني انا مستعد اجلس معك عبد العزيز، اذا معك حاجه مرني المكتب واساعدك في انك تسوي بحثك بنفسك وتشتغل عليه بنفسك حتى اخر يوم. لما تجي تنشره حتواجه من الناس اللي بينشرون لك البحث او المجلات، اذا كان مجلات قويه تبغى معاك اسماء قويه. اسماء قويه معناه ان اسماء ذات تجربه، مش اسماء قويه معناه انه معه شهادات قويه، لا. في احسن الناس اللي ينشرون، وفي ناس كثير يكتبون كتب حتى ما كملوش دراسات عليها، فدي ما لهاش دخل بدي. بالعكس تقدر تبدا من الان وتقدر تنشر من الان. بس اقول لك يعني انه في تركه صغير قد تحتاج معك واحد عشان تدف الورقة حقك. وبعدين لا تخليكش بخيل يا عبد العزيز، الأبحاث كل ما كثروا فيها الناس كل ما كانت أقوى، فاهم قصدي؟
وكل ما شاركت فيها ناس يعني ذو خبرات مختلفة كل ما استفدت أنت. تمام. يعطيك العافية يا دكتور. جاوبت سؤالك. في حد ثاني يبغى؟ أشارككم أنا موقع لي، ادخلوا شوفوا عشان تشوف بعض الأشياء اللي حنشتغلها والبحث. أيوة دوت نت. هذا موقعي شخصي، ادخلوا شوفوا تلقى الأبحاث وكذا اللي لها علاقة بالدنتال بوبليك هيلث. عندي في المكتبة حق الكلية في كتب، أنا مؤلف كتاب اسمه Early Detection of Oral Cancer، وفي نسخ كثيرة اللي منكم نفسه يمر عليه يقراه حيا الله، واللي يبغاني أهديله الكتاب يقول لي بس ويبشر من عيوني. تمام. مو الشخصية دي يا عبد الله. التشخيص ها. يلا الله يحفظكم. يلا استودعكم الله في أمان الله، وسعدنا بالمحاضرة، وكنت أتمنى أشوفكم على الهواء مباشرة المرات الجاية إن شاء الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.